ستوديو لاسفر الزواوي خويا بريزونت قيصر ولاد نايل الشاب يحيى النايلي بمشاركة الشيخ جلال قصاب. هذه القصيدة في خاطر الشاعر سعدي صباح. بجاه الله تعالى محمد واهل البدالة يا براضري يا رجالة ونولي لاباسة ندهنا عيسى الدنداني نمر ديرا ورشاني نبرا نرجع كي ديداني ويروح التهواسة. عبد القادر راع الحمرة نداه تكبالكش نبرة طفي عني هذا الجمرة ويزول الوسواسة. نداهنا تركي العورة مولات الجاوي والزورة ادعوني مرة على مرة غيثوني يا ناسا. في خاطر عجيرات ديجي مونامي وناس الحراش خويا مقراني مقران وعامر فضة وناس حد السحاري. زورت العاب زوزيات ونداهت الرحمانيات يا مزيان هم فندهات ونخرج من هذا التهراس. نداهت اللي يسمعولي بالصاح لازم يدعولي يا ربي هذا قولي وقطابك عني حراس. سيدي الهامل ننهواه للقبة لازم نصفاه سيب القاسم ما ننساه يا سيدي جيتك تراس. بجاه الباح بحياته واللي راهم خونيات لو عايلة فيها صفاته قالوا تضرب القراص. مول العلمة ندهناك والقبة رانا جيناك نبرا من هذا التهماك وبإذن الله ما فيها باس. ندهنا خادم الولية بالغربية بالشرقية ندهنا راجل ولية من فاس المكناسة. نداهنا الصحراويات المريوحات والروانات نبرا نرجع كي ديداني ونديرو العراسة. نطلب ربي والزهدية والمريوحة والخونية واللي يخدمهم بالنية منا للأوراسة. لله زينب يا الزهدية وطلبتك نا عندي نية نبرا ونجيبو الهدية ونجي الحواسة. مرضي راهو طول بيا ندهنا يحيى بنية براك ذي القبرية وانا يا اساسة.